مرحبا بكم متابعينا. وزير الداخلية توفيق شرف الدين يتلقى هدية من أحد رجال الأعمال الكبار بقيمة 100,000 دينار كعربون صداقة ومحبة. لكن الصادم في الأمر إنه توفيق شرف الدين يرفض الهدية هذه ويقوم بالتبرع بها لأحد أعوان الأمن اللي كان مقيم بالمستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الظهر، واللي لم يعد باستطاعته إكمال مسيرته المهنية بعد إصابته الخطيرة هذه. هذا اللي خلى توفيق شرف الدين يربح استعطاف كل الأمنيين وأصبح ذو شعبية كبيرة في الوسط التونسي بعد الاتهامات اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه توفيق شرف الدين وزير داخلية إنسان فاسد وسارق الأموال الشعب. ودارت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ابن توفيق شرف الدين وهو يقود سيارات فارهة في تونس، والشيء هذا أكدت عكسه فضيلة الخليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية اللي أكدت أنه وزير الداخلية توفيق شرف الدين أعطى أوامر صارمة للقضاء التونسي الفتح تحقيق لشخصه والتحري في كل أملاكه وممتلكاته بعد الافتراءات اللي أثرتها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد الأبحاث والتحريات في أملاك وزير الداخلية توفيق شرف الدين تبين أنه كل ما دار على مواقع التواصل الاجتماعي هو مغالطات تم تقديمها لتشويش الرأي العام، وكل الافتراءات اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي انفاها القضاء التونسي واللي لا صحة لها. هكا يكون توفيق شرف الدين انفى كل الافتراءات اللي دارت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أنه لا غبار عليها. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيوكم بكل المستجدات.